بلدنا مصر فيها 100 مليون، 100 مليون، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى آمنة سالمة مستقرة ودائما إن شاء الله للأمام بالمصريين. بسم الله على البركة نوينا، فعلينا وفي قلوبنا صمود، اكرمنا يا رب وقوينا، كلنا ليك في الحق جنود، احنا عزمنا يبقى عالمنا بيرفرف فوق أعلى مقام، أصل بلادي لما تنادي الروح ترخص ليها أوام، رايح آخد طاري وطرهم اللي اختارهم الموت واختارهم علشان تفضل مصر عافية، دين في رقبتي ودين لحياتي، حق الشعب ودم اخواتي وتراب بلدي الغالي عليا، عندي ايمان بالحق وبيكي شايله في قلبي ونمنا عليا، لاجل كرامتك لاجل عنيكي هتهون كل الدنيا عليا، اطمني يا بلاد انا والله ياللي بتجري بشوق في وليدي، اقسم بالله ما ارجع الا من وانا جايب حقي بايدي. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج قلوب مصريه. قلوب مصريه النهارده بنبعت باقه ورد، باقه ورد للشرطه المصريه فعلا. يمكن من يومين، يوم الجمعه تحديدا، شفنا الالاف موجوده في استاد القاهره بتساند وتبايع وتاكد انتمائها للشرطه المصريه. الشرطه المصريه الدرع الواقي اللي بيحمينا وبيحفظنا. كمان انا بستغل الفرصه وبوجه رساله للناس العملاء والخونه والمرتزقه اللي قاعدين في تركيا وفي قطر يبصوا سمومهم للشباب، وبقول لمحمد علي الخائن: انت مش خائن بس ولا مرتزقة بس، للأسف الشديد انت طلعت غبي، لانك انت اللي انت عملته انك انت دعيت لوقفات ونزول الشعب المصري في 25 يناير، انت بتأكد وبتزود شعبية السيد الرئيس. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مش محتاج حد زيك يقول للناس انزلوا او ما تنزلوش، الناس كلها سابت اشغالها، نسيت متعبها، نسيت كل المشاكل، افتكرت مصر. معانا النهاردة مجموعة من ضمن الناس اللي سابت كل حاجة ونزلت ورجالتها وعمالها نزلوا استاد القاهرة عشان يقولوا تحيا مصر. أنا تحية عطرة بمناسبة أعياد الشرطة لكل رجال الشرطة ولكل شهداء الشرطة. كمان بستغل الفرصة عشان أقول إن إحنا حسينا بتغيير، فعلا البلد اتغيرت، اتغيرت مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن أنا بقول للشرطة المصرية احنا ملاحظين ان في تغيير، لكن على مستوى القيادات انا شايف ان الضباط وشايف القيادات الكبيره اتغيرت في الشارع، بدات تعامل الناس كويس واحسن من الاول، فعلا في تغيير. لكن عشان نبقى صرحاء لسه في بقيه موجوده من جنود الصف والامناء محتاجين توجيه. بقول السنه الجايه واحنا بنحتفل بعيد الشرطه نقول الدنيا كلها اتظبطت وشرطتنا بقت قوه وبقت حاجه كويسه بنفتخر بيها زي ما احنا بنفتخر بيها، والامراء والجنود والناس الصغيرين بقوا احسن وخدوا دورات ازاي يتعاملوا مع الناس. انا شايف ان اسلوبهم اتحسن، اسلوبهم اتغير عن زمان، لكن برضه احنا محتاجين الافضل ومحتاجين الاحسن. خلونا نرحب بضيوفنا النهارده، ناس من اصحاب مصانع الطوب المتوقفه. الناس ديت برغم المشاكل اللي عندهم، لكن هم يوم 25 يناير كانت رجالتهم في استاد القاهره بتقول تحيا مصر وبتساند الجيش وبتساند الشرطه وبتساند السيد الرئيس. خلونا نتعرف عليهم الاول. الحاج عبد التواب ناصر، اهلا وسهلا بك يا حاج عبد التواب. اهلا وسهلا. الحاج احمد ابو رمود، اهلا وسهلا بك يا حاج. اهلا وسهلا. الحاج عبد المنعم ابو رمود، اهلا وسهلا بك يا حاج عبد المنعم. الحاج فريد الخبير، اهلا وسهلا بك يا حاج. الناس دي من اصحاب مصانع الطوب، مصانع الطوب في منطقه عرب ومساعد في الصف تبع الجيزه. احنا هنعرف قصه المصانع المتوقفه وايه الاسباب اللي خلاها توقفت، وكم عدد المصانع اللي كانت شغاله وازاي دلوقتي واصبحوا كم شغالين. نعرف من الحاج عبد التواب ناصر القصه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بنهني الشرطه ورجالنا يعني اللي واقفين سهرانين وبيحمونا، بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين في عيدكم، وبنوجه لهم الشكر والتقدير لرجال الشرطه الشرفاء، وبنهني السيد الرئيس بثوره 25 يناير. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بصراحه
ربنا اكرمنا بالراجل ده، انه كفايه ان هو خلصنا من الاخوان. بدايه مش انت تعبان من الاخوان؟ تعبان من الاخوان، خربوا بيتنا والله الاخوان، بننتقم منهم. المهم نبدا مشكلتنا احنا في عرب ابو ساعد. احنا عندنا حوالي 350 370 مصنع، شغال منهم لا يتعدى 40 مصنع، في اكتر من 320 مصنع متوقفين عن العمل، وده طبعا بسبب يعتبر هو المشكله الرئيسيه اللي حصلت لينا احنا كاصحاب مصانع الطوب او مصانع الطوب في عرب ساعد. بدايتها هم الاخوان، احنا كنا بنتعامل ب 2 دولار وكنا شغالين وتمام و100 100 ما عندناش اي مشاكل. لما جم الاخوان هم ما عندهمش خلفيه ولا عندهم درايه ولا يعرفوا اي حاجه، احنا الناس كانت واخده فيهم مقلب. الناس دي كان ما يعرفوش حتى يديروا مدرسه، يديروا بلد ازاي، دمروا البلد. رفعوا سعر الغاز من 2 دولار ل 4 ثم 5 دولار، وفضل 5 دولار حتى تاريخه، حتى كل قرارات الاخوان اللي هم عملوها غلط في البلد الحمد لله كلها اشتالت، الا مصانع الطوب وسعر الغاز اللي هو ال 5 دولار اللي هو السبب في مشكلتنا احنا وخراب بيوتنا احنا من اول الاخوان ما جم. وطبعا انت عارف ان في بدايه الاخوان ما مسكوا والتفجيرات اللي حصلت والحاجات اللي حصلت في البلد، مشكلتنا ان بدل ما كان بيضخ لنا غاز، احنا عندنا العدادات دي شغاله يعتبر على بتاع الغاز ديت يعتبر شغاله على الهواء على الغاز، العداد بيعد وكان بيضخ لنا هواء بدل الغاز، وقصه يعني قصه كتيره وكلمنا فيها كتير. احنا بقى لنا اكتر من 4 5 سنين بنتكلم في المشكله دي ومش عارفين نحلها. فكل المسؤولين عارفين ان مشكلتنا في الغاز هم السبب فيها. وللاسف احنا رئيس الجمهوريه، لاحظ انت ان الرئيس بتلاقيه الفجر وقبل الفجر بيطلع يبص على المشاريع ويطلع يتابع بنفسه كل مشروع بيتعمل، هو بنفسه الراجل اللي بيجري وبيشوف شمال ويمين ومستثمرين وعايز يجيب مستثمرين بره من بره عشان الناس تشتغل، عشان البلد تشتغل وعشان العمال تشتغل. ولكن احنا بالنسبه لنا المسؤولين عننا، المسؤولين عن الغاز في البلد، ناس قاعدين في المكاتب، قاعدين في مكاتب مكيفه ما بتفرقش معاهم. اما النهارده يطلع لك قرار يا باشا احنا قعدنا معاك اكتر من 20 مره ورحنا جميع الاجهزه ورحنا الجهاز ورحنا مجلس الشعب وحضرنا اجتماع في لجنه الطاقه، الاجتماع ده اخر حاجه كان من سنتين ولا حياه لمن تنادي، المسؤولين جابوهم بتوع الغاز برضو، ورحنا هيئه الاستثمار كان مع الاستاذ محسن عادل وكانوا موجودين برضو وبرضو ما فيش حاجه تامه. فاحنا دلوقتي ايه المشكله تحديدا؟ المشكله تحديدا بالنسبه لنا سعر الغاز، نتكلم اول حاجه في سعر الغاز. سعر الغاز في اي مكان لا يتعدى ال 2 دولار. هتلاقي دولار 890، هتلاقي دولار 800، احنا بالنسبه لنا مليون وحده حراريه بيحاسبونا عليها ب 5 دولار واكثر. يعني لما تحسبها تلاقي 5 دولار وربع، 5 دولار 30، 5 دولار 40. المهم سعر لا يتناسب مع الطوب. عشان انا النهارده اشتغل لا 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 مش هينفع، فالمصانع بطلت. اخير مره اسيب المجموعه برضو يتكلموا في النقطه دي باستفاضه. نمره 2 المديونيه. المديونيه دي هي سبب برضو رئيسي وكارثه بالنسبه لي. انت عليك مديونيه قد ايه؟ انا شخصيا 2 مليون ونص. ده جايين ازاي ال 2 مليون؟ ما هي من ايام ما جم الاخوان ومسكوا وحصل الخراب اللي حصل ده بدا الخراب يحصل معانا وبدات الكارثه تحصل معانا وتراكمت علينا الديون، لان انا ما بيجينيش غاز اصلا، عندنا الطوب باظ اصلا في المفارش وطوب باظ في الافران، وحكينا لهم القصه دي مش لسه انا هحكيها النهارده. يا ريت لو في تقرير ولا حاجه خاصه بالورش ديت يا ريت نشوفه. فعندنا المديونيه دي قعدنا معاهم لهم جدول، قلنا المديونيه دي على 10 سنين عشان نقدر نشتغل. قال لك لا سنتين ثلاثه خمسه. طبعا كل الناس اللي جدولت، والكلام اللي انا بقوله ده هتحاسب عليه، كل الناس اللي راحت جدولت المديونيه على 5 سنين 99% عليها احكام ومطاردين وهربانين ومحدش منهم يقدر يظهر في الصوره. طب خلينا نشوف التقرير ده من مصانع الطوب ونشوف المعاناه اللي بيعانيها العمال واصحاب المصانع. احنا شفنا التقرير وشفنا العامل اللي واقف على المكنه بيشتغل في الطوب وبيشتغل في اجواء يمكن اجواء صعبه.
احنا بنشوف ناس من اللي للاسف الشديد اللي قاعدين في المكاتب المكيفه، لو ركب عربيه الشركه وعربيه المؤسسه وليه الستاره مقطوعه استحاله يركب الباص، استحاله يركب عربيته. لا، في ناس عايشه بتشتغل في التراب وبتشتغل في اجواء صعبه، والراجل بياخد 80 جنيه في اليوم وراضي ومبسوط، بس عاوز ال 80 جنيه يستمروا معاه، عاوز بدل ما يشتغل يومين يشتغل اربع ايام، يشتغل خمسه. هنرجع للحاج احمد رمود ويحكي لنا ويقول لنا القصص بتاعت العمال دي ازاي، وايه المشاكل اللي وصلتنا لكده. لو سمع عليكم، بالنسبه للمشاكل احنا كنا طبعا نتكلم في جزئيه الاملاك مش موضوع عشان طبعا كل جزئيه. ماشي. فاحنا الاول كان في اول ما طلع طبعا موضوع المصانع، فقال لك احنا نروح الجبل لانه المصانع اللي كانت في البلد دي اتهددت بالتوقف انها تقف ما تشتغلش اللي هي في الوادي يعني. فقالوا جبل، رحنا طبعا خدنا عشان تجريف الاراضي عشان تجريف الاراضي وبتاعه، وطلع الكرده وقالوا المصانع دي هتبطل، فطلعنا الجبل. اشترينا طبعا الارض ديت من ناس عرب، وصلحناها واستصلحناها وبيعنا املاك عندنا، واشترينا الاراضي ديت واستصلحناها علشان نعمل مشروع ناكل منه عيش. عملنا المصنع طبعا، انشاناه وبنيناه ودخلنا كهرباء. المصنع ده على مساحه قد ايه حجم؟ في مش اقل من يعني اي مصنع مش اقل من 5-6 فدادين عشان المفارش. ايوه. فطبعا ايه استصلحناه وبنينا الافران ودخلنا كهرباء على حسابنا، ودخلنا وعملنا كل المنشآت اللي في المصنع، ودخلنا الغاز على حسابنا، وجبنا الخطوط واشتغلنا، وما زالت كنا ايه شغالين. بدأت بقى الموضوع من بعد الثورة وبتاع والكلام ده كله. كان الأول إيجار المتر 50 نص جنيه، 50 قرش. بدأوا بقى ساعة موضوع الإخوان وبتاع وحصلت الثورة والكلام ده، رفعوا المتر ل 3 جنيه إيجار. طبعا احنا الارض شاريينها ودافعين فيها فلوس وبندفع ضرائب وندفع املاك وكل حاجه. بس يعني كمان ان كنتوا بتدفعوا ضرائب عقاريه، ضرائب عقاريه وضرائب عامه وضرائب مبيعات وكل حاجه وتامينات. يعني انا اول مره اشوف ضرائب عقاريه على حاجه مش مبنيه، على كهرباء. احنا كهرباء احنا مدخلينها على حسابنا، غاز احنا مدخلينه على حسابنا، كل المكن حتى لما جيت تجهيزات الغاز ده احنا دفعنا الغاز مليون جنيه تامين، دفعنا المعدات المكن اللي جاده جاء برضه على حسابنا، وبدأنا نشتغل. بدأوا الوقت من سنة أو سنتين، من 2015 تقريبا، برضه مشوا على موضوع إيه نهج الجماعة الإخوان. وصلوا الإيجار النهاردة التمليك الإيجار في الأملاك ب 12 جنيه المتر. متوسط المصنع النهاردة يدفع له حوالي 25,000 جنيه في الشهر. إيجارات بس؟ ده أملاك، إيجار للأملاك. طبعا النهارده ما حدش يقدر يدفع. طب في خدمات مفيش موجوده؟ أي يعني انا لما بنعمل التقرير هناك الطريق، احنا الطريق مكسر، لو حصل ترابه، لو حد جه صلح كابل او عملوا حاجه احنا اللي بنطلع باللوادر ونصلح الطريق، احنا اللي بنرش الطريق. يعني شايف لا في وحده صحيه ولا في مرور ولا في اي خدمات صحيه، ولا مثلا في وحده صحيه ولا وحده بطريقه المخزع، في حيوانات شغاله في المصنع. ده انا حاجه العماله النهارده يعني عماله كلها زي ما انت شايف من فيوم ومن اسيوط ومن هنا ومن هنا. الميه احنا بنجيبها على حسابنا، لا عندنا ميه ولا عندنا طرق ولا عندنا اي حاجه خالص، وبيطلبونا ب 11 جنيه ب 12 جنيه ايجار. النهارده بالنسبه للرئيس المديونيات اللي على حضرتك قد ايه يا حاج؟ حوالي 2 مليون جنيه. عندك 2 مليون جنيه مديونيات. طبعا الفوائد بقى بيجيبوا فوائد بقى، فوائد رهيبه. لو انت النهارده بتدفع الفاتوره وقعدت 5 ايام او 6 ايام ما سددتهاش، ساعات بيجي لك الفاتوره فوائد 20% 25%، يعني بيعجزوا فينا عشان ما نشتغلش. فديكم زي ما شفتوا، انا عايز بس الناس مسؤوله تنزل وتشوف على الطبيعه، تشوف المصانع اللي واقفه ازاي. يعني احنا ما بنتكلمش من فراغ، احنا بنتكلم ده حاجه واقعيه موجوده حاليا، وانتوا طبعا صورتوا وشفتوا، وعايزين حد من المسؤولين ينزل ويشوف الطرق ويشوف الناس المعاناه اللي الناس بتشتغل فيها. انا النهارده انا كان عندي مصنع النهارده فيه 4 طفران وثلاث خطوط شغالين وبتاع، انا شغال خط واحد ويعتبر فرن واحد، لان احنا كنا بنشغل الفرن. كنت بتطلع قد ايه طوب في اليوم؟ انا كان المصنع عندي ده بيطلع 3 مليون و200,000 في الاسبوع. 3 مليون طوبه؟ 3 مليون طوبه. دلوقتي بتطلع كام؟ بطلع 500,000 ومش عارف اشغله، مش عارف اطلعه.
مش عارف ابيعهم. الاسبوع اللي فات ده بطلت خط وشغلت خط زي ما سمعت كده التقرير كده دلوقتي. فعلا انا بشغل بجيب العمال، العمال بتقول لك مش لاقي تاكل، عايز ترقد في المصنع ما تتنقلش. واحنا والله بنشتغل اكتر، الناس اللي شغاله شغاله عشان العمال يعني. طيب احنا بنقول ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مبادره تشغيل المصانع المعطله. السيد الرئيس عاوز المصانع المعطله كلها في مصر تشتغل. يمكن في لجنه الصناعه كلمناهم وقالوا ان في اكتر من 100 مليار جنيه مرصوده لتشغيل المصانع المعطله على مستوى الجمهوريه. اكيد هنسمع اراء النواب بعد شويه في القصه ولجنه الصناعه الموجوده في مجلس النواب. بس نرجع للحاج عبد المنعم رمود ويحكي لنا قصه المشاكل اللي عنده في مصنع الطوب. بالنسبه البدايه كانت ازاي وتكلمنا في البدايه. احنا الاول قعدنا 6 سنين في المشاكل ديت، وجابنا النهارده مبادره السيد الرئيس بتشغيل المصانع الصغيره واللي هي كثيفه العماله زي مصانع الطوب. عرب ابو ساعد منطقه فيها 370 مصنع، نسبه التشغيل فيها ما زادتش الوقت عن 10%، وباقي المصانع مهجوره. ايوه المشكله اللي بدانا فيها بالنسبه للعرب، احنا لما جينا المبادره ان احنا بيئه نظيفه، وبداوا بتوع البيئه يضغطوا علينا ان احنا نطور للغاز الطبيعي، شلنا جميع التكلفه في المصنع لحسابنا احنا الخاص. الشركه عملت المحطه والتركيبات الداخليه كلها على حساب صحبات المصانع الخاصه. يعني انت دفعت لك مليون جنيه زي ما قلت قبل التاريخ؟ كل فرن دفع مليون جنيه. اللي كان عنده قلاب، اللي عنده لودر، اتصرف فيه وباعه، وبدانا ندي للشركه عشان ايه؟ نوصل الغاز. البيئة النظيفة على أساس إن إحنا بيئة نظيفة، ومن ناحية تانية استفادة بفرق السعر بتاع الحرير. تم التركيب والتوصيل في منطقة عرب أبو ساعد واشتغلنا الغاز، وفترة قصيرة ما تخطتش الخمس ست شهور، وكانت الشركة جايبالنا لجنة يعني عملت المحطة على مصانع معينة، على كم مصانع معينة، بحيث ان هو يغذي المصنع بتاعي ب 300 بار. كان محدد لي كمية 180 ألف متر كل 15 يوم. لما جت فترة الفوضى وضرب خطوط الغاز والفترة العصيبة اللي احنا عشناها، بدأ يوصلني ضغط الغاز بدل ما هو 300 بار بدأ يبقى 50 و60 بار أقصى حاجة. يعني الربع. بدأت استهلك في ال 15 يوم حوالي ما يزيدش عن 40 ألف متر أو 50 ألف متر. والكلام اللي أنا بقوله ده مثبت في الشركة بفواتيرها اللي كانت بتجينا. سقوط الضغط ده والفترة اللي خدناها حوالي سنة ولا سنة ونص في عملية سقوط الضغط، اتسببت لنا في خساير أقصى يعني. قلنا المديونية بتاع الشركة بقت 20%، احنا خسرنا 100%. هي المديونات ديت ما تحصلش 20% من الخسائر اللي احنا خسرناها كطوب عدم عندي في الفران وطوب بص في المفارش. ومع ذلك حاولنا مع الشركه ان احنا نتكلم في كده. النهارده احنا لو في ناس بتطالب بحقوقنا، المفروض الشركه كانت الفتره دي تدفع تعويضات من الشركه. احنا قلنا ماشي بلاها تعويضات، احنا عايزين نشتغل تاني ونبدا نقف على رجلينا. تروح للشركة عايز يقسط لنا المديونيات ديت اللي هم السبب فيها، عايزين يعملوا لنا نسبة فايدة 22% عليها. طبعا معظم الناس رفض وكله طفى المصانع زي ما شفت سيادتك كده الجبل هناك. الناس اللي هي بدرة ان هي تشغل، الاغلبية جالهم قواضي، محكمة الصف هناك ملانة قواضي لاصحابات المصانع بسبب يعني الناس التجديد. اغلبها دلوقتي عليهم احكام بالحبس. اللي جدول بفوايد لا قدر يسد الاصل ولا الفايده. ما هو ما قدرش. هقول لك ليه، ايه السبب في النقطه ان هو ما قدرش يسد النهارده؟ الغاز نفسه او الحريق بتاعي بالنسبه للغاز بقى اعلى تكلفه من الحريق بالنسبه للمزيوت. انت لو اشتغلت بالمزيوت كان احسن. احنا اشتغلنا بالمازوت، احنا فصلنا واشتغلنا سنين بالمازوت، وللاسف احنا كنا بناخده حر يعني لغنى الحصص، وبقينا ناخده اعلى من سعره. النهارده بالنسبه لشركه الغاز
سعر الغاز عالمي الوقتي دولار و88 مليمية. المفروض ان شركة بترو تريد او الشركة القابضة ديت عبارة عن وسيط نقل من مواقع الانتاج لمواقع الاستهلاك بتاعتنا، بيبقى لها نسبة معينة الدولة محددها وعرفاها، مش النهاردة من 1.88 دولار انا بتحسب النهاردة على 85 جنيه يعني حوالي 5.37 من الدولار. انا شايف الحاج بيتكلم كلام حسابات، حسابات محسوبة. حضرتك محاسب؟ بكالوريوس تجارة. فالنهاردة احنا عايزين في بالنسبة لمبادرة السيد الرئيس، وفي انا عارف ان في حسابات ورقابة ادارية، الفرق ده في الشركة هل هو للدولة ولا في جيوب حد؟ ايوه ده بنستغل الفرصة، وفي بلاغ للرقابة الادارية وللسادة المسؤولين والجهات الرقابية انها تفحص المديونيات بتاعت الناس اصحاب المصانع. الناس ما عندهاش مشكلة ان هي تسد، بس عاوزين تعرف اصل الفلوس دي ازاي، والفوائد دي جت ازاي، وتراكمت عليهم ازاي. ده نقول ان ده بلاغ رسمي انت حضرتك بتوجهه من خلال البرنامج؟ طبعا في لازم من النهارده، يعني حضرتك بتتحمل المسؤوليه كامله، لو في اي تقصير انت بتتحمل المسؤوليه كامله، لو طلع عندك المشاكل الماليه وانك تستحق انك يبقى عليك فوائد اكتر من كده تدفع. احنا كده كده رافعين قواضي من 5 سنين وما تبتش فيها بتعويضات. احنا بنضم صوتنا لصوت الحاج عبد المنعم، واحد من اصحاب المصانع المعطله اللي عنده عماله كتير وراجل عاوز يشتغل ويشغل الناس ويفتح البيوت. استاذ محمود عندهم اكتر من مليون عامل، الراجل مشكورا عاوز يشتغل، عاوز يشتغل ويتعاون مع الدوله ويساند الدوله ويساند المرحله اللي هو الخاصه بالسيد الرئيس، وعاوز يبني البلد. اتفضل يا عم حاج. استاذ محمود، الفتره اللي هم العقد مكتوب ب 180 الف متر، الفتره اللي هي بقى نستهلك فيها 40 الف متر و 50 الف متر دي مثبته في الشركه وبفواتير. طب خلال الفتره من كام لكام؟ فواتير ايه؟ الفتره من كام لكام؟ مش متذكره تحديدا من كام سنه كام هتبدا من اول 2013 و14. بس الكلام ده انت لو طلعت كشف حساب من الشركه هتعرف الفترات اللي سقط فيها الغاز واللي سببت في الخسائر بتاعتنا. احنا برضو بنأكد على كلام الحاج عبد المنعم، وياريت يا جماعة يبقى عندنا، المفروض ان في واحد من النواب رادد على القصة بتاعت الغاز ديت، ياريت نشوف التقرير بتاع النواب. والله مشاكل عرب أبو زايد دي منطقة صناعية، كان المنطقة دي اتحولت بعد ما لغوا المصانع كانت شغالة بالتراب بالأرض الزراعية، كان بيجرفوا الأرض الزراعية زمان. توجهت الحكومة إن هي توجه المستثمرين وأصحاب المصانع إنهم يطلعوا منطقة عرب أبو زايد منطقة صحراوية، والناس دي بدأت تجيب خطوط من الصين، تستورد خطوط من الصين تشتغل بالماده اللي اسمها الطفله، عنصر من عناصر الارض اسمه الطفله، بديل عن الطمي الارض الزراعيه. ففعلا اتوجهوا وشقوا الطرق وعملوا كل البنيه الاساسيه والتحتيه على حساب الناس دي، من مد كابلات كهرباء لمحولات ل كل حاجه، والطريق هم اللي عملوه على حسابهم، كل حاجه عملوها منين البنيات صراحه. طبعا كانت الدوله ايامها ما كانتش زي النهارده مثلا بتقدر تعمل منطقه صناعيه زي البيضه زي ابو راضي اللي في بني سويف. الدوله بتعمل فعلا بتنشئ مصانع مناطق صناعيه وتسلمها للمستثمر يشتغل. قديم ممكن تكون مش عند سياده الوزير طارق الملا، بس برضو انت مسؤول، كل راعي مسؤول عن رعيته. وانا بعت لحضرتك يا وزير البترول مره واثنين وثلاثه، وانا دلوقتي بناشد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انقاذ الصناعه في منطقه عرب وساعد وفي مصر كلها، رفع الفوائد عن الغاز، عن الناس اللي شغاله بالغاز الطبيعي. الغاز احنا عندنا فائض فيه، انت بتاخد فوائد على الديون في وقت كانت البلد في ثوره، كان البلد محتاجه، الناس دي كانت واقفه جنب البلد، ما كانش حد بيقول ان احنا كان بيجي لنا هوا، وكانوا عارفين ان الصناعه في الوقت ده يعني كانت برضو، كان اللي بيبني وكان المستثمرين الكبار راس المال الجبان هرب.
ساب البلد، فما كانش الناس دي كانت وطنيين وكانوا شغالين عشان العماله وعشان العجله تمشي ومصر تمشي زي ما هي. فانا بوجه الرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعه لانقاذ منطقه عرب ومساعد، رفع الفوائد عن الناس عشان العماله دي تشتغل، المصانع دي ترجع تشتغل والعجله تدور. ولازم وزاره الصناعه تبقى هي الترس. انا اتكلمت مع الاستاذ فرج عامر، المهندس فرج عامر رئيس لجنه الصناعه، نائب زميل ومحترم، انا مسميه النائب المحترم. صحيح اول ما شاف الموضوع اتفاعل معايا جدا وكتب مذكره موجهه للسيد رئيس مجلس الوزراء، وفعلا عارف ولامس الموضوع معانا. قال 22.5% دي حاجه فارهه يعني، وما ينفعش رفع الديون عن الناس دي بسرعه، جدوله الدين القديم، رفع الفوائد، جدوله الدين القديم. الرئيس عبد الفتاح السيسي لو فعلا وجه لوزاره الصناعه ووزاره البترول بسرعه، المصانع دي هتشتغل بكره. يا ريت كل الحكومه اللي مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبقى بنفس النهج بتاعه، بنفس سرعته. لا ده بيدوروا على حاجه تعرقل وتوقف. طب انت الراجل بيجري بسرعه الريح، بيسابق الزمن. بين الوقت مصر الوقت بيتكلم عنها العالم كله. فجاه الاقتصاد بدا يتحسن، بدانا نشتغل. يا ما بالك بقى لو الصناعه دي اشتغلت، لو الناس المصانع ومصانع السيراميك والرخام، كل المصانع دي اترفع من عليها الكاهل الفوائد الرهيب ده، الرئيس لو اتدخل والله هتشتغل المصانع دي بكره. انا بضم صوتي لصوت سياده النائب وبقول فعلا السيد الرئيس بيشتغل بفكر متحضر سابق وقته وسابق زمانه. ولو احنا مشينا بالفكر القديم كنا النهارده ما شفناش المنظر اللي شفناه بتاع قواتنا، وشفنا واحنا بنقف قدام تركيا وقدام الدول اللي بتحاول ان هي تهاجمنا وتعدينا. كنا الناس اللي عرضت حملات الطيارات وعرضت التسليح للجيش. لا النهارده احنا شايفين السيد الرئيس بيشتغل بسرعه الريح زي سياده النائب بيقول. عاوزين القيادات الموجوده والمحافظين والساده الوزراء يبتدوا يشتغلوا بنفس التفكير ويبتدوا يدوروا على بلد اسمها مصر، بلد بوابه التاريخ. انا بضم صوتي لصوت سياده النائب بالنسبه للعاصمه الاداريه، احنا فعلا هي بوابه التاريخ، هي مصر التاريخ ومصر الحضاره، وهتبقى مزارات لدول كثيره ورؤساء دول، وبقينا خلاص خدنا مكاننا الطبيعي. النهارده احنا بنهني الشرطه للمره الثانيه والثالثه باعياد الشرطه وبنقول. رجعنا من الفاصل وشفنا سياده النائب وهو بيوجه رساله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا برضو باكد وبضم صوتي لسياده النائب وللساده اصحاب المصانع وبنقول لسياده الرئيس في ناس بتشتغل وناس عايزه تبني بلدها وناس بتحبك. الناس دي بتحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الناس دي اتظلمت في فتره الاخوان. فتره الاخوان فتره كانت يعني نقول سنه سواد على 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 مصر بحالها، على الناس اصحاب الشركات، الناس اللي هي كانت عايزه تبني بلدها. للاسف الشديد الاخوان خربوها ودمروها ونهبوها. النهارده احنا بنكمل لقائنا مع الحاج فريد الخبيري، وانا شايفك من اول حلقه عاوز تقول حاجه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه استاذ محمود بهني الشعب المصري كله بمناسبه اعياد ثوره 25 يناير واعياد الشرطه، وبهني شرطه مصر وجيش مصر وشعب مصر كله، ويا رب ينعم على مصر دايما بالامن والامان. والله بصراحه استاذ محمود احنا مشكله على فكره مش وقت الحاج فريد، هو الراجل ما كانش عاوز يطلع، بيقول انا طلعت كتير وكلمت كتير ولا حياه لمن تنادي. فالنهارده ان شاء الله باذن الله يمكن تكون ساعه صفا وحد من الناس المسؤولين او الناس اللي بتتابع البرنامج تشوف المشكله وتتواصل معاهم ويتحلها. طول عمرنا في مهنه الطب دي، ولذلك هي يمكن مش اي حد بيشتغل فيها. هي مهنه الطب على مستوى الجمهوريه ليها ناس محدده ان هي مهنه متعبه جدا. هي بتتركز بالاساس في محافظه الجيزه، وفي بعض المناطق كانت فيها مناطق في الحرب اللي هي كانت مرتبطه بايام التجريف وكده. لكن في المناطق الصحراويه عشان الماده الخام وكده فهي دلوقتي متركزه في محافظه الجيزه. مشاكل عشان نلخص وقت البرنامج، المشاكل بتاعتنا يا استاذ محمود تتلخص حاليا دلوقتي في الغاز والاملاك، املاك الدوله، بالاضافه الى مشاكل كثيره متعلقه بالصناعه والظروف الاقتصاديه اللي البلد بتعيشها دلوقتي. لكن خلينا نهتم الاول بمشكله الغاز. مشكله الغاز دي يا استاذ محمود
تتعلق بكذا محور. أولا سعر الغاز، ثانيا المدنيات، ثالثا الفوائد المترابطة بالمدنيات. بالنسبة لسعر الغاز، مشروع الغاز لمصانع الطوب بدأ في سنة 2005 في عقب إنشاء وزارة خاصة للبيئة، وبدأ الاهتمام العالمي أساسا بالبيئة. واخد بال حضرتك؟ فكان في معونة كندية في سنة 2005 بالتعاون مع السفارة الكندية، كانت في معونة كندية تكلفت 50% بمنحنى تراب، وأصحاب المصانع تكلفوا 50%، والمصانع اشتغل 50 مصنع بالغاز الطبيعي. كان في رؤية في الوقت ده وأسس بتحدد عليها أسعار الغاز، وكان في تفاوت. مصانع الطوب عندنا تعتبر مصانع قليلة استهلاك الطاقة بالنسبة للغاز، وكثيفة في نفس الوقت استهلاك العمالة. طب احنا نرجع لك تاني الحاج احمد عاوز يقول حاجة، هنرجع للحاج احمد. اتفضل حاج احمد. بالنسبة بس الموضوع برضو كمال للحاج فريد، موضوع الاملاك، ان احنا النهاردة السيد الرئيس قام مبادرة في موضوع الاملاك اللي هي في بني سويف والاراضي الصناعية اللي في جميع محافظات مصر كلها مدخل لها العامل عامل لها جميع طب احنا 20 جنيه. انا النهاردة بيسعر لي في عرب ابو ساعي ب 650 جنيه، ما النهارده احنا شاريين ارض وعاملين المنشآت وعاملين كهرباء وعاملين كل ده على حسابنا، ومش هنقدر نشتري الارض. فبنناشد السيد الرئيس يشوف لنا حل في موضوع الاملاك، موضوع الايجار وموضوع التمليك، لا اما يجي ياخدوا المصانع ويدونا مصاريفنا واحنا نسيب الارض ونسيب كل حاجه. انا شايفك بتتكلم وانت يائس كده يا حاج احمد، يعني انت الله. عندك عماله وعندك مصانع وعندك ناس شغاله، عندي عماله كتيره وانا مش عارف ايه اللي وصلك للمرحله دي. اللي وصلني للمرحلة ديت لان انا مش هقدر ابطل علشان العمالة ديت، والعمالة كلهم ناس مرتبطين معايا معاهم لهم سنين. فالنهاردة كل موضوع ساعة موضوع الاخوان وبدأت الثورة وبدأت الكلام ده كله ومسكوا الاخوان بدأوا يحاربونا، اقول لك ده اصل كنتوا تبع الحزب الوطني، اصل كنتوا تبع مش عارف ايه، كل اللي عنده منشأة او عنده مشروع شغال خلاص بقى تبع الحكومة وبقى تبع الحزب الوطني زمان، والوقتي بقى تبع السيد الرئيس. طبعا احنا كلنا تبع السيد الرئيس وبنحيي السيد الرئيس، دي مش ما فيهاش كلام. انا بأكد على كلام الحاج احمد ابو رمود، السيد الرئيس لما راهن على ظهير الشعب. السيد الرئيس ما راهنش على احزاب، ما راهنش على كيانات، لا راهن على الناس دي، الناس اللي هي بتشتغل وبتحب بلدها وعاوزه تبني بلدها. وانا بحييك يا حاج احمد، واحنا كلنا ظهير للسيد الرئيس وكلنا بنحب بلدنا. ونرجع للحاج فريد ونشوف، زي ما قلت لحضرتك استاذ محمود، لو اتكلمنا عن المشاكل اللي بتواجهنا عايزين نتكلم في المشاكل الرئيسيه اللي بتواجهنا. المشاكل الرئيسيه هي مشكله الغاز ومشكله الاملاك الدوله اللي هي الارض وايجار الارض. بالنسبه لمشكله الغاز هنتكلم فيها على ثلاث حاجات: مشكله سعر الغاز، ومشكله المديونيات اللي متراكمه على المصانع، وما ترتب عليها من فوائد. بالنسبه لمشكله السعر، زي ما قلت لحضرتك ان في البدايه احنا اشتغل 50 مصنع كان بمنحه كنديه 50% و50% اصحاب المصانع في سنه 2005 مع اهتمام الدوله واهتمام الاتحاد الاوروبي بالملوثات البيئه وبالبيئه وعشان بيئه نظيفه. اشتغل ال 50 مصنع، كان سعر الغاز في الوقت ده متحدد وفق رؤيه واسس. الرؤيه دي بتقول، الرؤيه دي طبعا بتراعي البعد الصحي والبعد البيئي والبعد الاجتماعي كمان. كان مصانع الطوب كانت مصنفه مصانع الطوب انها مصانع قليله استهلاك الطاقه بخلاف المصانع اللي هي كثيفه استهلاك الطاقه، بالنسبه كمان مصانع صديقه للبيئه غير مصانع السماد غير مصانع السيراميك والكلام ده كله. فكنا بنحاسب بسعر كان مناسب جدا لينا، وكان السعر ده استمر حتى قيام ثوره 25 يناير. بعد الثوره بدات المعاناه من سنه 2013. سنة 2013 في شهر 2 لما القرارات اللي صدرت في الوقت ده في العصر ده، قرار بعض القرارات زي ما قال الحاج عبد التواب ان صدرت بعض القرارات بزيادة بعض الأسعار تراجعوا فيها في نفس اليوم كلها إلا سعر الغاز بالنسبة لمصانع الطوب، رفع من 2 دولار ل 5 دولار. واخد بال حضرتك؟ ايوه معاك. قدرنا بعد برضه فضلنا نعاني ونتقدم بشكاوى ونقعد مع المسؤولين الى ان وصلنا لسعر الى حد ما
لم يكن عادل، ولكن قدرنا نوصل لسعر ان هو يتماشى مع الظروف اللي كنا موجوده فيها البلد في الوقت ده. واخد بال حضرتك؟ بدات المعاناه الثانيه بقى مع السعر في سنه 2016 مع لان احنا بنحاسب بالدولار، مع تحرير سعر صرف الدولار. نط سعر صرف الدولار من 6 جنيه و7 جنيه ل 18 جنيه في طبقا لسعر البنك المركزي في الوقت ده. طبعا بدأنا رحلة معاناة أخرى مع المسؤولين ومع الشركة القابضة وزارة البترول ورئاسة مجلس الوزراء وشكاوى رئاسة الجمهورية إلى أن تفهموا الوضع اللي احنا كنا فيه، وقدرنا نوصل لسعر إن احنا نحاسب، لأن في الوقت ده كده مش هنقدر نرتبط بالدولار عشان خاطر المصانع اللي هي بتشتغل بالمازوت ك ك ك ك كوقود، مش هنقدر ننافس بسعر الصرف الجديد. توصلنا لسعر هو برضو لم يكن عادل في الوقت ده، ولكن أقصى ما قدرنا نوصل ليه، لأن الحسابات في الوقت ده على الورق كانت بتقول إنه كمان المفروض إنه الغاز يبقى أغلى من كده عشان يضاهي سعر المازوت. وعملنا تفاهمات مع الشركة القابضة في الوقت ده، صدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بإن نحاسب بسعر 53 جنيه للمليون وحدة حرارية، واخد بال حضرتك، وإن في أي وقت في المستقبل تحصل زيادة في المازوت يقابلها زيادة في رسالة بتوجهها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما أنا كامل بس عشان معاناة موضوع السعر بس عشان نوصل للأستاذ محمود للنقطة دي. وبعد كده لما جم رفعوا المازوت في سنة في 2017 ل 4100 جنيه، رفعوا الغاز دلوقتي احنا بنتعامل على 85 جنيه. السعر ده طبعا سعر غير مناسب على الاطلاق لاصحاب المصانع اطلاقا، ولا يراعي البعد البيئي للناس اللي بتشتغل بالغاز، ولا يراعي البعد الاجتماعي للعماله اللي بتشتغل في المصانع. وفي نفس الوقت مديونيات حضرتك قد ايه؟ يعني المديونيه دلوقتي ما فيش مصنع اقل، يعني في مديونيه رئيسيه اللي هي الاستهلاك دي حوالي مليون ونص لكل فرن، ده خلاف الفوائد وخلاف تأمين الاستهلاك. يعني كده ما فيش اقل حاجه 2 مليون وطالع. ده كل دي مبالغ اللي هي المديونيه الرئيسيه الاساسيه اللي هي الاستهلاك. ده غير الفوائد وغير يعني الفوائد ممكن توصل 5 مليون، ممكن توصل 4، ممكن توصل 3 حسب. ده مشكله الفوائد ما انا جاي لحضرتك فيها، لان مشكله الفوائد دي مشكله كبيره جدا. مشكله الفوائد يا استاذ محمود ان 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 هم دلوقتي بتيجي ناخد راي النائب صبح الدالي. تمام اتفضل. نائب عضو مجلس النواب ونشوف ازاي النواب يدعموا الصناعات ديت ودورهم ايه الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه وهنبنيها ازاي. يا ريت الرد بتاع النائب صبح الدالي. كل سنه وشعب مصر كله طيب، كل سنه وشرطتنا المصريه بخير. بقول لهم كتر خيركم، انتوا سهرانين على مصالح الناس، سهرانين في حمايه الامن الداخلي لمصر. انا بقول لكم كل سنه وانتوا طيبين، وانتوا دايما بتضحوا ودايما حارسين الوطن من الداخل. كل سنه وحضراتكم طيبين، من فرد الامن في الشرطه الى معالي وزير الداخليه. بقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين، انتوا دايما بتضحوا ودايما شعب مصر مش هينسى دوركم العظيم اللي قمتوا به في حماية الوطن في سنة 1952 لما حميتوا محافظة الإسماعيلية. النهاردة بيسعدنا ان احنا نلتقي بسيادة النائب صبح الدالي نائب البدرشين. طبعا احنا كنا بنصور في عربة ومساعد، شفنا المشاكل اللي بيواجهها اصحاب المصانع، التهديدات اللي هم بيواجهوها بالحبس من القضايا والفوائد والمديونيات اللي عليهم. عاوزين نسمع رأي سيادة النائب ودور السادة النواب في دعم أصحاب صناعة الطوب، واللي ممكن نقدمه لهم الفترة اللي جاية عشان نحميهم من حتة المصانع تتغلق والناس تتشرد وقضايا الحبس اللي هم مطاردين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بوجه نداء لمعالي رئيس الوزراء ووزير البترول. الدولة كانت بصدد تخصيص 100 مليار جنيه لأصحاب المصانع، فأنا بناشد معالي رئيس الوزراء ووزير البترول إنهم يدوا الفلوس ديت لأصحاب المصانع المتعثرة علشان يقدروا يسدوا ديونهم. أصحاب مصانع الطوب
نسمع الحاج عبد التواب والطلبات اللي عايزها من المسؤولين. احنا طلباتنا محدده. اتفضل. اول حاجه سعر الغاز، احنا عايزين سعر الغاز زينا زي الشركات العالميه 2 دولار عشان نقدر نشتغل. نمره 2 المديونيه على 10 سنين، اقل من 10 سنين ما حدش هيشتغل ولا حد يقدر يسدد. نمره 3 الاملاك عايزين يعاملونا زينا زي كفر حميد وزي جرزه. جرزه بتتعامل ب 3 جنيه وكفر حميد ب 3 جنيه. يعاملونا زيهم. النقطه الرابعه التوريدات، الطوب بتاع اللي انا بطلعه ده الوقت الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه اللي بتشرف على الشغل اللي موجود في جمهوريه مصر العربيه، يا ريت الهيئه الهندسيه تتعاقد معانا احنا مباشره. مش عايز وسيط. ومش عايز وسيط، ويخصم مني انا مباشر، يخصم مني يخصم مني القسط اللي عليا اللي انا هجدوله مع البترول، مع شركه البترول، والمبلغ اللي باقي لي كمان ما يديهولوش فلوس، هو يحاسب شركه البترول على الغاز. نمره 4 ولا 5 عايز اقول للمسؤولين في البلد ورئيس الوزراء ان في ناس عندك في البترول دي خلايا نايمه من الاخوان، وهم اللي بيتعمدوا ان هم ما يخلصولناش المشاكل بتاعتنا، حلوا لنا مشاكلنا. يا ريت لو يشوف الناس الخلايا النايمه دي ويشوف ناس محترمه من الناس الشرفاء اللي موجودين في البلد وموجودين مع رئيس الوزراء ومع الرئيس السيسي، هيخلصوا لنا مشاكلنا على 10 سنين ونخلص من موالي. ناخد الحاج مجدي وال طلبات الحاج مجدي بالنسبه لمشاكل مصانع الطوب. طلبات نقدم الشكر للسيد رئيس الجمهوريه، واحنا جايين تحت مبادره السيد الرئيس في تدعيم ورفع المعاناه ورفع الديون الفوائد بتاع الغاز عن مصانع الطوب، وجايين تحت المبادره ومطالبنا مطالب عامه مش مطالب شخصيه، وبناشد رئيس الوزراء ومع وزير البترول للنظره في فوائد الغاز، وبناشد جميع المسؤولين في شركات الغاز الرفع الديون اللي هي المستحقه اللي هي الفوائد، وطلباتنا كلها مطالب عامه مش مطالب شخصيه، واحنا جايين بناء عن جميع صحبات مصانع الطوب بتاع عرب ابو شاعب الاكمل، مش جايين شخصيه عامه ولا شخصيه، كلنا لصحبات مصانع الطوب الاكمل. وعندنا الاملاك، عندنا ايه الضرائب العقاريه العقارات المصلحه العقاريه اللي هي الضرائب العقاريه، احنا ما عندناش حاجه في مباني، احنا عندنا اوض مهمشه لا تصلح ادميا للاسكان، طالبين منا ضرائب عقاريه على المباني، احنا ما عندناش مباني اصلا، احنا عندنا اوض لا تصلح ادميا لاي حاجه، ارض بور هندفع لها ضرائب على ايه؟ هناخد ممكن بعد اذنك قبل ما تاخد، بس اشكر عشان احنا الناس تعبت معانا جدا وللاسف انا بتاسف لهم، الاستاذ بكر ابو غريب والاستاذ صبح الدالي والاستاذ نافع ابو هيكل وجميع النواب في الجيزه بصراحه وقفوا معانا وقفات كتيره جدا وكانوا بيروحوا معانا جميع الجهات. ناخد كلمه اخيره من الحاج، كلمه في نص دقيقه كده. الكلمه اللي هقولها الاخيره ان بالنسبه احنا دوله دلوقتي منتجه للغاز الطبيعي وعندنا فائض وبنصدره بره، احنا لاغيين الوقود الوقود كغاز وشغالين الوقت بوقود بديل الدولة بتدعمه،